السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، نيابة عن أسرة النادي الثقافي وزملائي المحاضرين، يسعدني أن أرحب بكم جميعا وشاكرا لكم حضوركم هذه الندوة التي تأتي ضمن سلسلة الندوات الفكرية من أعلامنا التي يحرص النادي الثقافي على تقديمها كل عام، ليسلط الضوء على أهم الشخصيات العمانية المشهورة في العديد من المجالات، وذلك بهدف الاحتفاء بها وإبراز أهم إنجازاتها للمهتمين والدارسين وللمجتمع بشكل عام. في هذا المساء سنسلط الضوء فيه حول واحد من الفنون الجميلة التي اشتغل بها الإنسان العماني منذ القرون الماضية، وهو فن النقص. يعتبر فن النقص من الفنون الجميلة التي تميزت بها الحضارة الإسلامية عبر عدة قرون، وهذا الفن هو امتداد للحضارة الإنسانية منذ القدم. ولا يزال هذا الفن يحتل مكانة رائدة كحرفة جمالية وفنية راقية، ويساهم هذا الفن في إبراز شخصية الأمة وهويتها. لذلك يعتبر فن النقص من الفنون الراقية والصادرة من إبداع إنساني، فهو منبع للمحبة والخير. ما يهمنا في هذه الأمسية هو التعرف على فن النقش في عمان، ويعتبر من الفنون القديمة في عمان، وتميزت مساجدها رغم بساطتها في البناء والحجم والشكل، إلا أنها كانت تتميز بنقوشها البسيطة. وبدأ اهتمام العمانيون بفن النقش في المساجد منذ القرن السابع الهجري، وتركزت هذه النقوشات حول الآيات القرآنية والشهادتين، بالإضافة إلى نقوشات هندسية جميلة. وفي هذه الجلسة ستقدم ثلاث أوراق عمل. الورقة الأولى مقدمة من الأستاذ سما عيسى عن النقاش العماني عبد الله بن قاسم الهميمي، أما الورقة الثانية مقدمة من الأستاذ زكريا الهميمي حول صانع المحاريب العمانية النقاش عبد الله بن قاسم الهميمي، وتأتي الورقة الثالثة يقدمها الأستاذ محمد الحضرمي حول المساجد الأثرية في عمان، نقاط مضيئة من التراث الثقافي الديني. سنبدأ بورقة الأستاذ سما عيسى، وسنتعرف في البداية حول السيرة الأدبية للأستاذ سما، وهو غني عن التعريف، حيث يعتبر الأستاذ الأديب الشاعر سما عيسى كاتب متعدد المواهب والاشتغالات، فهو شاعر وناقد وكاتب مسرحي وكاتب قصصي وكاتب سينمائي. بدأ الشاعر سما عيسى كتابته للشعر في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حيث شق طريقه كأول شاعر عماني اختار كتابة قصيدة النثر. ولدواعي خاصة أملتها تلك المرحلة، اختار الطالب عيسى بن حمد الطائي، والذي كان يدرس التجارة في جامعة عين شمس، اسمه الرمزي وهو سما عيسى، أراد بذلك أن يسمو روحياً وجمالياً وبما يليق بمكانة الشعر. طبعاً لسما عيسى العديد من الإصدارات المتنوعة بين الشعر والقصة والمسرح والسينما، وعشرات المقالات المنشورة في مجالات الأدب المختلفة. طبعاً المجال لا يسعني أن نذكرها كلها. في مجال الشعر على سبيل المثال، أول إصدار له كان في عام 1985 ماء لجسد الخرافة، ثم تلاه نذير بفجيعة الماء عام 1987، بعد ذلك مناحة على أرواح عابدات الفرفارة عام 1990. وفي مجال المسرح، لا شيء يوقف الكاركة عام 1991، وصوت سمع في الرامة عام 2001. أما في مجال القصة، أبواب أغلقتها الريح
عام 2008، ثم تبعه الجلاد عام 2010، وأخيرا شرفة على أرواح أمهاتنا. إلى جانب ذلك لأديبنا سما عيسى العديد من كتابات السيناريوهات السينمائية مثل الوردة الأخيرة وشجرة الحداد الخضراء وبنت غربي التي أخرجها المخرج عبد الله البطاشي عام 2006، حاز هذا الفيلم على جائزة الخنجر الذهبي في مهرجان مسقط السينمائي والجمل الذهبي في مسابقة الفيلم في الإمارات. كذلك لأديبنا العديد من المقالات الأدبية التي صدرت عام 2017 بعنوان اقتراب من النبع، وكان آخر إصداراته مجموعة شعرية صدرت عام 2018 بعنوان استيقظي أيتها الحديقة، كما له العديد من المشاركات في الندوات والمهرجانات الأدبية داخل السلطنة وخارجها. يمتلك سما عيسى من الوعي الثقافي الشعري الواسع، كما أنه يتمتع بعلاقات حميمية مع معظم الكتاب والفنانين بجميع أطيافهم، مما جعله قبلة للكتاب الشباب، وروحه الشفافة الذين يأتوا إليه طلباً للمساعدة الفنية في تأسيس وتدوين كتاباتهم، فاتحاً قلبه وفكره وروحه الشفافة للآخرين بكل تواضع وحميمية وانعتاق للذات. لذلك يمثل سما عيسى مدرسة للحداثة الشعرية في عمان وللعديد من الكتاب العمانيين الذين ظهروا منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي. والآن نترك المجال للأستاذ سما عيسى لإلقاء ورقته عن النقاش العماني عبد الله بن قاسم الهميمي في حدود 20 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر النادي الثقافي على تنظيم هذه الفعالية الثقافية والفنية في آن المتميزة، وأشكر المركز الثقافي بنزوة على استضافته لنا هذا المساء. أشكر أولاً وأخيراً حضوركم النبيل الإيجابي والمتميز في هذه الفعالية. أننا نحن العمانيين أيضاً بدأنا الاهتمام بمبدعين الفنيين الذين سابقاً وحتى يومنا هذا ما زال محصوراً الاهتمام بهم على الدارسين الأوروبيين. الأوان إذن قد آن لمزيد من الاهتمام والدراسة في مجالات متنوعة مثل العمارة والأفلاك والصناعات الحرفية والمبدعين في مجالات الموسيقى والغناء وغيرها. يذهب الباحثون ممن درس تصميم المحاريب ونقشها في المساجد العمانية إلى أن أقدم محراب مزخرف حفظه الزمن من التلف والضياع والكسر هو محراب جامع سعاد بن إزوان، والذي يعود تصميمه ونقشه إلى عام 650 للهجرة الموافق 1252 للميلاد، وصولاً إلى آخر محراب أرخ تصميمه وزخرفته وهو محراب مسجد الأغبري بسمائل المؤرخ في عام 1245 للهجرة 1829 للميلاد، أي في عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، مثلما ذكر كتابة على المحراب دون أن يذكر اسم صانعه وناقشه. والأمر كذلك بالنسبة إلى محراب جامع سعاد، حيث نحتفظ فقط بالاسم الأول للنقاش محمد مع عدم بقاء اسم الأب واللقب على مر الأيام، أي أننا بين المحرابين الأول والأخير، محراب جامع سعاد ومحراب مسجد الأغبري بسمائل. بين المحرابين الأول والأخير زهاء فترة امتدت ستة قرون،
600 عام، وهي فترة كفيلة بنضج الشخصية الفنية لدى النقاشين العمانيين الذين تتالت أعمالهم جيلا بعد جيل. هذا التطور الفني رفد تجربته من مؤثرات مختلفة، سواء من آسيا وإفريقيا، لكنها في النهاية حافظت أي التجربة على كمال ونضج الشخصية الفنية العمانية، والتي نحن اليوم بصدد الاحتفاء بواحد من أهم رموزها، هو المصمم والنقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميني، الذي أبدع تجربته المتميزة في الربع الأول من القرن العاشر الهجري، أي الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادي. على صعيد الدراسات والأبحاث التي قدمت حول مدرسة النقش على المحاريب في المساجد العمانية، نجمل أهمها على النحو التالي: 1. الكتابات في المساجد العمانية القديمة للدكتور إيروس بلدسيرا، أستاذ الأدب العربي بجامعة البندقية في إيطاليا، صدر عام 1994 من وزارة التراث والثقافة. 2. دراسة الباحثة مونيك كيطر المنشورة بالإنجليزية عام 1996 للميلاد. 3. مساجد عمان وأضرحتها التاريخية للأستاذ باولو كوستا من جامعة بولونيا في إيطاليا، ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الله الحراسي عام 2006، وصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 4. الفن الإسلامي في عمان، موسوعة ألفها الدكتور عبد الرحمن السالمي، الدكتور هانز جوبي، الدكتور لورنس كورن، صدرت عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عام 2014 للميلاد باللغتين الإنجليزية، وترجمها إلى العربية الدكتور هلال الحجري. الحد الأعلى للمحاريب الجبسية المنقوشة التي تم مسحها حتى الآن يبلغ عددها 29 محرابا توزعت على الأزمنة التالية. محراب واحد يعود إلى القرن السابع الهجري، أي القرن الثالث عشر الميلادي. 16 محرابا تعود إلى القرن العاشر الهجري، أي القرن السادس عشر الميلادي. 3 محاريب تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري، أي السابع عشر الميلادي. 9 محاريب تعود إلى القرن الثالث عشر الهجري، أي التاسع عشر الميلادي. مساهمة النقاش والمصمم عبد الله بن قاسم بن محمد الهميني توزعت على الأمكنة والأزمنة التالية: مسجد العالي بمنح أنجز عام 909 للهجرة 1503 للميلاد، مسجد العين بمنح أنجز عام 911 للهجرة 1505 للميلاد، مسجد الجامع ببهلة أنجز عام 917 للهجرة 1511 للميلاد، مسجد الشرات بمنح أنجز عام 922 للهجرة 1516 للميلاد، مسجد الشرجة بنزوة أنجز عام 924 للهجرة 1518 للميلاد. مما هو ملفت للنظر أيضا أن تجربته الأولى في مسجد العالي بمنح كان المتكفل بإنجازها وهب بن أحمد، بينما يحضر اسم ابنه عبد الله لوهب بن أحمد كقائم على تجربته في جامع بهلة وفي محراب مسجد العين بمنح. أما في مسجد الشرات بمنح ومسجد الشرجة بنزوة فتحضر أسماء عديدة أخرى.
عودة إلى دراسة مونيك كيربر المنشورة عام 1996 الميلادي، تذهب في دراستها إلى أن تجربة النقاشين العمانيين مستمدة في تكوينها الفني من النقش الفارسي. أبعد من ذلك تقول أن المحاريب العمانية مثلت نموذجاً للمحافظة على تقاليد إيرانية عريقة، أي أنها ترى بأن العمانيين نقلوا بشكل حرفي تجربة النقش الفارسي الذي سبقهم بعدة قرون. تعقد كيربن مقارنة بين بعض المحاريب في إيران مثل محراب مسجد نايين المصمم عام 350 للهجرة 960 للميلاد، ومحراب مسجد أصفهان المصمم عام 1310 للهجرة 1900 للميلاد من جهة، وبين محراب جامع إسعال بنزوة المصمم عام 650 للهجرة ومحاريب المرحلة اللاحقة التي صممها عبد الله بن قاسم الهميني وعائلة شمل المنحي وغيرهم في القرن العاشر الهجري. عودة إلى دراسة لاحقة لدراسة مونيك كيربن، قدمها الأستاذ باولو كوستا من جامعة بولونيا بإيطاليا، ونشرها ضمن مؤلفه مساجد عمان وأضرحتها التاريخية الصادر عام 2006 من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الله الحراسي، وهو حصيلة جهود استمرت 10 أعوام في الفترة ما بين 1976 حتى 1986 للميلاد. ينتقد الأستاذ باولو كوستا ما أسمعه بالتبسيط الذي أقدمت عليه مونيك كيربن، والتي بكل بساطة لم تر في النقاشين العمانيين غير نقلة لذوق وتقنيات الفرس، مستخلصا وجود تأثيرات أخرى غير فارسية أهمها ثقافة شعوب البحر المتوسط، منتبها إلى كثير من الاختلافات في تجربة النقاشين العمانيين بينهم وبين النقاشين الفرس، مثل تشبيك الضفير أو الضفير الذي يتخذ لديهم شكل منحنى الأضلاع، وذلك بتأثير من ثقافة البحر الأبيض المتوسط في الوقت الذي يكون فيه التشبيك الفارسي مستقيم الخطوط. كما لاحظ الأستاذ كوستا أيضا اختلاف وضع النجمات في كلا التجربتين، حيث جاءت لدى العمانيين متضافرة، أي على هيئة ضفيرة في الوقت الذي رصت فيه رصا بمسجد بنايين الفارسي. التركيز على التأثير الفارسي في الإبداع العماني حاضر دائما لدى الدارسين الأوروبيين. ها هو أيضا المؤرخ جون ويلكنسون الذي ينكر على العمانيين تأسيس أفلاج بعد المرحلة الساسانية في فارس، إذ يرى أن الأفلاج العمانية إنما هي من صنع الفرس الذين كانوا بها قبل النزوح العربي إليها. دليله على ذلك تواجد الأفلاج في الساحل الفارسي المواجه للساحل العربي من الخليج. فريق عمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المؤلف من الدكتور عبد الرحمن السالم والدكتور هاينز جون والدكتور لورنس كور ذهب إلى تفرد العمانيين في تصاميم زخرفية متميزة مختلفة، ابتداء من محراب جامع إسعال في القرن السابع الهجري حتى آخر تجاربهم في محراب مسجد الأغبري بسمائل المنجز عام 1245 للهجرة
1829 للميلاد. وذلك عبر دراسة عميقة تناولت الفراغ المجوف الهلالي، المجوف الهلالي الشكل للقوس الخارجي بمحراب مسجد سعاد في الوقت الذي كانت فيه المحاريب الفارسية ذات فراغات مجوفة زهرية. والفراغات المجوفة بمسجد سعاد جاءت بتصميم زهرة سباعية التوجات ذات وحدة زخرفية مركزية، ويحيط الحد المرصع بلؤلؤة في هذه الوحدة الزخرفية المركزية، وذلك بكتابة قرآنية دائرية على سرير من الزهور وضفيرة من الكواكب، ذلك مثل ما يرى المؤلفون أقرب إلى الفن الفاطمي منه إلى الفن الفارسي الذي ربما عرفه العمانيون عبر اليمن القريبة منهم جغرافياً وحضارياً. الأهم هنا أن محراب جامع سعاد يعتبر المحراب الأساس في تجربة النقاشين العمانيين لأقدم يده 650 للهجرة، إذ أن كافة المحاريب اللاحقة جاءت بعده في مئات من الأعوام. وهنا ونحن نتخذ من النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميني نموذجاً يجدر بنا دراسة الإضافات الفنية المتميزة لتجربته مقارنة بالمرجع الأساس، لنقف على تميز وأهمية موهبة النقاش الهميني. الأهم في تجربة النقاش الهميني هو اعتماده منهج التجريب المتنوع والمختلف من محراب إلى آخر دون الركون إلى صيغة ثابتة، ذلك تم دون أن يترك تأثره الواضح فنياً بالمحراب الأساس في جامع سعاد، الذي يتمثل تأثره واضحاً في تمسكه بالضفيرة المنحنية الأضلاع والأثر العام لسطح منبسط مغطى بجبس منقوش، لكنه أيضاً استلهم مؤثرات أخرى ساهمت في تغذية موهبته المتميزة والدفع بها إلى ابتكار اتجاه خاص به في زخرفة المحراب العماني. نجمل إضافاته المتميزة في النقاط التالية: أولاً، التجريب المستمر في العمل دون الركون لصيغة محددة ثابتة، استخدامه القرمي المقولة في مسجد العالي بمنح المنجز عام 909 للهجرة، ثم ليترك استخدامه في مسجد العين بمنح عام 911 للهجرة، ليعود ثانية إلى استخدامه في محراب جامع بهلة عام 917 للهجرة. ثانياً، تنبثق الأقواس في مسجد سعاد من قاعدة المحراب، بينما اعتمد الهميمي في تركيبها في مسجد العين على فكرة الأقواس المتراكبة على بعضها البعض. ثالثاً، زخرفة الأزهار في مسجد العين يتوسطها الطائر العنقاء، كما أنه أدرج وحدة زخرفية إضافية على شكل طوق من العقد المركبة تتعاقب ووحدات زخرفية زهرية. رابعاً، تصميم محراب له رأس بصلة في جامع بهلة، ثم الإقلاع عن إلى محراب بقلنسوة في مسجد الشراة بمنح، ليصبح بعد ذلك تقليداً تسير عليه تصاميم المحاريب في عمان عامةً. خامساً، الاستفادة من تقليد النقش المزدهر آنذاك باليمن عبر استخدام السكين الحاد في النقش الغائر لوحدات زخرفية هندسية مختلفة. سادساً، استخدام الخطين الكوفي والنسخ معاً في تتالي جمالي كما هو في محراب مسجد العالي بمنح
حيث نبشت الشهادة على سطر ضخم بالخط الكوفي يتبعه سطر مزدوج بخط النسر. سابعاً، استخدام الطاسات الخزفية أو الصحون الخزفية لأغراض الزينة في المساجد، ويؤرخ لذلك لأول مرة في محراب مسجد العين بمنح عام 911 للهجرة 1505 للميلاد، حيث وضع الهميمي صحناً خزفياً كبيراً في وسط الكوة العليا للمحراب. كرر الهميمي ذلك لاحقاً في محراب مسجد الشرجة بنزوة، وهو آخر إنجازاته عام 924 للهجرة 1518 للميلاد. حول استخدام الطاسات الخزفية في القرن العاشر الميلادي، يذهب الأستاذ كوستا إلى أن العمانيين جلبوا هذا التأثير من شرق إفريقيا من مدن موانا وجيدي وماخور وكيوان، وهي فترة عرفت ذروة تصدير الخزف الصيني إلى العالم، والذي تعهدته حكومة مينج الصينية. كتب الأستاذ باولو كوستا متحدثاً عن تجربة النقاش الهميمي في محراب جامع بهلة، خاصةً أن الآثار المتبقية من زخرفة المحراب في جامع بهلة مثيرة، خصوصاً في أسلوبها وتقنية الجص التي تظهر على التجميل. وهنا تأخذ الأوراق الضخمة والأزهار والصرر أشكالاً ثلاثية الأبعاد تبرز من خلفية ملساء، وليس لهذه الزخرفة شبيه في عمان وشبه الجزيرة العربية. ثم يذهب مقارناً بين زخرفة محراب جامع بهلة وزخرفة محراب قبر البيان بإيران الذي صمم في القرن السادس الهجري، ويذهب أخيراً مستخلصاً بأنه لا علاقة مباشرة بين المبنيين نظراً للفاصل الزمني بين التجربتين، فضلاً عن ملاحظته الهامة بأن كل المحاريب في عمان تعتبر عناصر منفصلة عن المساجد المسججة بها، بخلاف محراب همدان الذي هو جزء لا يتجزأ من القبر بأكمله، وهو المحراب الذي اعتمدته مونيك كيرل نموذجاً تقلل به من أصالة مدرسة النقش العماني ومواهب مبتدئيها. هل قدم النقاش الهميمي وأبناء جيله النقاشين العمانيين أسلوباً متميزاً وإبداعياً في النقش على المحاريب وتصميمها؟ دون شك، لا ننكر التأثير الخارجي عليه، سواء كان من أرض فارس أو اليمن أو مصر أو الهند أو إفريقيا، إلا أن هذا القول يأتي في صالحهم إيجابياً، بمعنى انفتاحهم على العالم وتفاعلهم معه يفيد ذلك في عدم انغلاقهم وتقوقعهم. كل هذا التأثير الخارجي لم يستطع طمس الأساليب الخاصة في النقش لدى الهميمي وزملائه. مدرسة النقش العماني تركت لنا إرثاً جمالياً يقف شاهداً على حب العمانيين للفنون، لا يتعارض ذلك أبداً مع انتماءاتهم الدينية والإسلامية التي عرفوا بالتمسك والاعتزاز بها، بل وبالدفاع عنها ونصرتها وإعلائها على مر العصور. شكراً جزيلاً. نشكر الأستاذ سماع عيسى على ورقته الثرية التي ركزت على تقديم الإنجاز المتميز للنقاش العماني عبد الله بن قاسم الهميمي من خلال دراسة تجاربه بنقش محاريب 5 مساجد باقية حتى اليوم كأثر إلهام على تجربته الفنية المتميزة، وهي مسجد العالي والشراء والعين بمنح ومسجد الشرجة بنزوة
ومسجد القلعة ببهلة، ومقارنا بين تطور إنجازه والتجربة الرائدة التي سبقته ب300 عام في نقش وتصميم محراب جامع سعال بنزوة. عرضت الورقة دراسات متنوعة تناولت تجارب النقاشين العمانيين عامة، سواء كانت الدراسات المقدمة إيجابا أو سلبا، أهمها دراسة مينولو كيربان ودراسة باولو كوستا ودراسة الدكتور عبد الرحمن السالمي وهاني جوبي ولورنس كورن، منتهيا في ورقته كخلاصة إلى التأكيد على أن النقاشين العمانيين ومن بينهم عبد الله بن قاسم الهميمي أسسوا لاتجاه خاص بهم في فن النقش على المحاريب، مستفيدين من مدارس واتجاهات شتى، سواء من آسيا كإيران والهند أو التجارب التي سادت حضارة البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها الدول التي قامت بها حضارات إسلامية كالفاطمية والأيوبية. وتوجه الورقة نقداً لعدد من الدارسين الأوروبيين ممن لم يجد في تجربة النقاشين العمانيين غير التقليد والنقل، وتؤكد الورقة على أن اعتماد النقاش الهميمي على مدرسة التجريب الفني، وهي سمة لازمت إبداعه وتجاربه، مضيفية عليها التنوع والابتكار والتميز. الآن بناتي إلى الورقة الثانية للأستاذ زكريا بن عامر بن سليمان الهميمي، أو لصانع المحاريب عبد الله بن قاسم الهميمي. زكريا طبعاً حاصل على درجة البكالوريوس في التربية تخصص اللغة الإنجليزية من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس عام 2004. حصل على جائزة جامعة السلطان قابوس الثقافية في مجال المقال الصحفي عام 2004. كذلك حصل على جائزة المنتدى الأدبي المركز الثاني في مجال الترجمة عام 2008. له العديد من البحوث في مجال التاريخ والحضارة العمانية والتربية والتعليم والتدريس باللغتين العربية والإنجليزية. له العديد من المقالات والقصص المترجمة المنشورة. حالياً طالب ماجستير متفرغ في كلية العلوم والآداب جامعة نزوة تخصص اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. فليتفضل أستاذ زكريا للقاء ورحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سأقدم لكم سيرة ذاتية حول الفنان العماني المبدع والمصمم المعماري المحترف النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي، وسأتناول بمشيئة الله سبحانه وتعالى أربعة مباحث رئيسة هي كالتالي: المبحث الأول اسمه، والمبحث الثاني مولده ونشأته، والمبحث الثالث نسبه، وأخيرا سنعرج على سيرته الذاتية من خلال السمات العامة لمدرسته الفنية المعمارية العمانية الإسلامية. بالنسبة لاسمه، هو صانع المحاريب العمانية الجميلة ورائد فن العمارة الدينية العمانية التقليدية، الفنان الإسلامي والعماني المبدع والمصمم المعماري النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي. مولده ونشأته: لا نعرف شيئا عن تاريخ مولده، لكنه نشأ في ولاية منح، ونسب نفسه إليها تارة بذكر أنه من قرية منح، وتارة أخرى باستخدام النسب في اللغة العربية المنحي، كما يظهر ذلك جليا في كتاباته المنقوشة على بعض المحاريب التي قام بصنعها في عمان. فقد كتب على محراب مسجد الشركة في نزوة ما نصه: عمل عبد الله بن قاسم بن محمد بن هميمي من قرية منح سنة 924 سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون، فولاية منح ولاية تاريخية عريقة
وهي إحدى ولايات محافظة الداخلية بسلطنة عمان، حيث تجاورها غرباً وشمالاً ولاية نزوى وبهلة، وشرقاً ولاية إزكي، وجنوباً ولاية أدم. والفنان عبد الله الهميمي من شخصيات القرن التاسع والعاشر الهجريين، وربما يعود سبب ظهور فن نقش المحاريب بهذه الصورة الفخمة بالتحديد إلى النصف الأول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، الذي كان زمن حكم استمر طويلاً لإمامين من الأحمد هما محمد بن إسماعيل وابنه بركات بن محمد، وهي فترة كما يقول عنها أحد الباحثين أنها شهدت استقراراً وحكماً قوياً ربما كان له أثر في ظهور نشاط معماري ذي شان. وامتدت فترة نتاج صناعة المحاريب العمانية لدى الفنان الهميمي وعددها خمسة محاريب لمدة 15 عاماً تقريباً. ابتدأها أولاً بتصميم محراب مسجد العالي بمنح سنة 909 هجرية، ثم مسجد العين بمنح سنة 911 هجرية. أما جامع ولاية بوهلة التاريخي القديم فقام بتصميمه سنة 917 للهجرة، ومسجد الشورى بمنح قام بتصميمه سنة 922 هجرية، وآخرها تصميم مسجد الشرقة بنزوى سنة 924 هجرية. وبناء على التواريخ التي أثبتها الفنان الهميمي في محاريبه التي قام بصنعها، بإمكاننا أن نقول أن الفنان عبد الله الهميمي عاصر الجزء الأول من الفترة الثالثة من الإمامة الخامسة التي بدأت سنة 906 هجرية وانتهت سنة 964 هجرية، وذلك الجزء دام 36 عاماً حكم فيه الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلي. بالنسبة لنسب المترجم له، ينتمي المترجم له إلى قبيلة بني هميم كما صرح بنفسه في كتابته على المحاريب التي قام بصنعها، وورد لفظ قبيلة الهميم صريحا في محرابين فقط من بين المحاريب الأخرى التي قام بصنعها، وهو محراب مسجد العين ومحراب مسجد الشورى في منح، حيث كتب في مسجد العين في ولاية منح منصه عمل العبد الفقير لله الراجي رحمة ربه وغفرانه عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي من قرية منح، وكان فراغه في شهر المحرم سنة 911 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. وباقي المحاريب الأخرى كان لا يأتي باسم قبيلته تصريحا، لكنه كان يربطها بجده الثالث محمد، فيقول في محراب مسجد الشرقة في نزوى مثلا عمل عبد الله بن قاسم بن محمد بن هميم، وكتب في جامع بوهلة التاريخي القديم عمل هذا المحراب عبد الله بن قاسم بن محمد بن هميم، وكذلك قال في محراب مسجد العالي بمنح. ولا نعرف هل يقصد بقوله بن هميم اسم جده الثاني، أو أن ذلك مجرد خطأ لغوي في الكتابة، أو أن جده الأول محمد كان يعرف بابن هميم فكان ينسب إليه. وتبقى جميع هذه الاحتمالات واردة في سياق تلك الكتابات التي كتبها بالخط العربي. نعرج بشكل سريع على تعريف بالقبيلة التي ينتسب إليها النقاش عبد الله الهميمي لكي نقترب منه أكثر. بنو هميم هم أحد القبائل العمانية العريقة التي ورد ذكرها في كتب التاريخ والأنساب والتراجم، والنسبة إلى هذه القبيلة الهميم بضم الهاء وفتح الميم وسكون الياء وكسر الميم وإضافة ياء النسب، وجمعها الهميميون. ويتوزع أفراد هذه القبيلة منذ ذو الماضي وحتى عصرنا الحاضر في عدة بلدان عمانية، منها ولاية منح حيث كان يوجد عدد من أفراد هذه القبيلة في القرن التاسع والعاشر هجريين، قرنين التاسع والعاشر هجريين حسب ما تذكره بعض الكتابات الأثرية، ولا وجود لهم فيها الآن. وأخبرني الباحث الأستاذ خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي بأن بنو هميم اشتهروا في القرن العاشر الهجري في ولاية منح بنقوشاتهم البديعة وزخارفهم المتنوعة التي لها بصمات حق في جدران ومساجد ولاية منح، وبوجه الخصوص حارة مهمة اسمها حارة البلاد، هذه الحارة المليئة بكتاباتهم وزخارفهم.
ولا شك أنها تعطينا دافعاً لقراءة تلك المحاريب وما تضمنته من نقوش جميلة جداً. وهذه المدرسة الهمينية المتميزة للأسف بعد القرن العاشر الهجري لم يكن لها وجود إلا النزر اليسير، ثم بعد ذلك اختفت تماماً هذه المدرسة، بل اختفت هذه القبيلة بأسرها من ولاية منع. وكما يقول الباحث خلفان البوساعيدي: لا أدري إلى أين هاجرت، ولا توجد وثائق نعتمد عليها، لكننا فقط نستدل على وجودهم من خلال نقوشهم وكتاباتهم الباقية حتى يومنا هذا. واستدراكاً على كلام الباحث الأستاذ خلفان البوساعيدي، ذكر لوالدي عامر بن سليمان بن عامر الهميمي، وهو أحد حفظة التاريخ الشفهي في ولاية بوهلة، في مقابلة معه نقلاً عمن حفظ من آبائه وأجداده من بني هميم، أنه يقال أن الموطن الذي سكن فيه بعض الأجداد من بني هميم كان ولاية منح، فقد هاجر أجدادهم من ولاية منح واستقر بهم المقام في ولاية بوهلة، ولذا فهم يمثلون امتداداً لبعض بني هميم الذين كانوا يستوطنون ولاية منح في القرن التاسع والقرن العاشر الهجريين، والذي برز منهم كما قلنا النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي. كذلك ذكر لي الباحث عوض البوسعيدي، وهو باحث من ولاية منح، أن الشيخ الفقيه القاضي عيسى بن حمود بن علي الهميمي كان يزور والده بداية حكمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله في السبعينات الميلادية، وكان هذا الفقيه القاضي يقول أن أصله هميمي من ولاية منح. والشيخ الفقيه القاضي عيسى بن حمود بن علي الهميمي ولد بالجناه من والي بني رواحة بسمائل في القرن الثالث عشر، وتوفي أواخر القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر، وقد ذكره الشيخ القاضي أبو سرور الجامعي مثنياً عليه في ديوانه. كذلك يوجد أفراد هذه القبيلة حالياً في ولاية بوهلة، وتعتبر مركزاً رئيساً وكبيراً لسكناهم، ويسكنون فيها في محلتين منذ القدم، هما محلة اللحمة ومحلة الندوة. وبوهلة تحظى بواحد من أهم مساجد محافظة الداخلية، وهو المسجد الجامع الواقع على قمة التل التي نمت حارة العقر حولها، ويحتل موقعاً له كنسية مهمة من فترة ما قبل الإسلام، حيث تشير البقايا البشرية والأدوات المكتشفة هناك من فترة أم النار أي الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى فترات من الطقوسية المدهشة التي ما يزال من الممكن ملاحظتها في الأماكن ذات الأهمية الدينية في عمان. ومحراب المسجد بالزخارف الغنية يعود إلى سنة 917 هجرية أي سنة 1511 للميلاد، وقد صممه ذلك المتمرس في حرفة نقش المحاريب عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي من منح. كذلك يوجد بعض من أفراد بني هميم في ولاية نزع، وعددهم قليل جدا. وبني هميم في ولاية نزوة كانوا يستوطنونها منذ مئات السنين، إذ تذكر كتب السير والتاريخ أن العلامة الحتات بن كاتب الهميمي، وهو من علماء القرن الأول الهجري، استوطن سمد نزوة، وقد ذكر ذلك الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في كتابه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. فالإمام نور الدين السالمي ذكر في كتابه نسب بني هميم وحادثة وقعت لهم أدت إلى قتل كثير منهم في سنة 145 للهجرة، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب تحفة الأعيان لتروا فيه نسب بني هميم وكذلك تلك الحادثة المؤلمة. يوجد أيضاً في مقبرة الأئمة في نزوة شاهد كتب عليه قبر الوالد الشيخ الهميمي. وكذلك بالنسبة لولاية السمائل كانوا يوجدون في بلدان وادي بني رواحة، وهي العين والجناة ووصاد وسيقة ووادي محرم بمحافظة الداخلية، وإن كان أغلبهم أو غالبيتهم حالياً قد دخلوا واندمجوا تحت لواء قبيلة بني رواحة. ويذكر الباحث البريطاني الويمر في مذكراته دليل الخليل تحت عنوان بني رواحة الأقسام الفرعية لبني رواحة بني هميم وموطنهم في ذلك الزمان وادي محرم، وكانت عدد منازلهم 150. كذلك يوجد بعض من أفراد هذه القبيلة في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، وهؤلاء هاجر أجدادهم من ولاية بوهلة واستقروا في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة. أيضاً
يذكر بني همين في ولاية البريمي أو قيل ولاية صحار على الاختلاف الوارد في مسمى بلدة توام، حيث تذكر كتب السير والتاريخ أن الشيخ الحتات بن كاتب الهميمي وهو من علماء عمان في القرن الأول الهجري كان من توام وهي البريمي حاليا، كما يذكر بعض الباحثين، وكان ينزل بسمن نزوة وهو من فقهاء أصحابنا الأوائل، وكان أحد الوفد الذين وفدوا عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقيل أن توام هي مدينة صحار على الرأي الذي يراه سماحة الشيخ العلامة إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري. بالنسبة لنسب القبيلة التي ينتمي إليها النقاش الهميمي، باختصار اختلف المؤرخون وأهل الأنساب وكتاب السير حول نسب بني هميم في عمان على عدة أقوال نجزها فيما يلي. القول الأول بنو هميم من بني معن بن مالك بن فهم، وهذا القول ذكره الشيخ النسابة سلمة بن مسلم العتب الصحاري في كتابه الأنساب، ونقل عنه أيضا الإمام المجدد نور الدين السالمي في كتابه تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. والقول الثاني أن بنو هميم هم من هميم عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا القول كما يقول عنه الشيخ المؤرخ النسابة سالم بن حمود السيابي أنه ذكره المؤرخون وأهل الأنساب، فقد وذكر هذا النسب في كتابه إسعاف الأعيان بأنساب أهل عمان، والكتاب موجود ومتداول. وهناك قول ثالث أن بنو هميم بطن في عبس، وذكر الشيخ المؤرخ النسابة سالم بن حمود بن شمس السيابي أن هذا القول لعله أصح، وذكر ذلك أيضا الشيخ النسابة منداد بن سعيد بن حمد المنائي في كتابه التاريخ والبيان في أنساب قبائل عمان. وخلاصة الكلام أن هناك ثلاثة أقوال في نسب بني هميم، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى تلك المراجع، ومن بينها كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العتب الصحاري، وكتاب إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان للشيخ سالم بن حمود بشمس السيابي، وكذلك ستجدون في كتاب السالك في نسب بني مالك بن فهم وقبائلهم بعمان للباحث محمد بن عبد الله بن صالح الشعباني. وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة، لا نريد أن نذكر عددا من أعلام هذه القبيلة بالتفصيل، ولكن فلنذكر منهم البعض فقط. نذكر منهم الشيخ العلامة الحتات بن كاتب أبو عبد الله الهميمي، ومنهم الشيخ العلامة هاشم بن غيلان أبو الوليد الهميمي السيجاني، وكذلك الشيخ محمد بن هاشم بن غيلان، والشيخ مسبح بن عبد الله الهميمي، وابنه الشيخ محمد بن المسبح بن عبد الله أبو عبد الله السيجاني الهميمي، وغيرهم من الأعلام، إضافة إلى العالم الذي نتحدث عنه اليوم وهو النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميمي. دعونا ننتقل إن شاء الله أو خمس إن شاء الله. دعونا ننتقل الآن إلى سبر أغوار السيرة الذاتية للنقاش الهميمي من خلال نتاجه المعماري المتمثل في نماذج المحاريب القصية العمانية كنماذج لما يمكن تسميته بفن المعمار الديني العماني الذي خلفه للأجيال العمانية المتعاقبة كتراث معماري فني عماني إسلامي خالد. تبرز جوانب السيرة الذاتية والشخصية للنقاش الهميمي من خلال تحليل نتاجه الفني المعماري، وهنا حاولت أن أحلل بعضا من نتاجه من خلال إبراز السمات العامة لذلك النتاج. السمة الأولى هي الجودة، حيث اتصفت المحاريب التي قام بصنعها الفنان الهميمي بالجودة والدقة العالية والإتقان والمهارة في الصنع والنقش الحاد، وحتى أنه كان يستخدم السكين ربما مقارنة مع نقش محاريب مجموعة صانع المحاريب الذي أتى من بعده وهو مشمل، والتي كانت على العموم ذات جودة أقل، مع ميل إلى استعمال مجالات تتكرر فيها الوحدات الزخرفية، فمجموعة مشمل أكثرت من استعمال الطاسات الزخرفية والخزفية أحياناً مضحية بكمال ضفيرة الوحدة الزخرفية. السمة الثانية الإبداع والابتكار الفني، فالنقاش والفنان الهميمي لم يكن مقلداً لمن سبقه في صناعة المحاريب، بل كان مبدعاً ومبتكراً لأساليب زخرفية جديدة،
فقد كانت شخصيته إبداعية تؤمن بأفكار جديدة تتسم بالتطوير وبالتجديد وبفكرة التحديث وبفكرة الابتكار الزخرفي، حيث تعد المحاريب المنقوشة التي أبدعها الحميمي محاريب مبتكرة ونسخ مطورة من المحاريب السابقة. يقول الباحث والمستشرق الدكتور آيريس بلسيرا أستاذ الأدب العربي بجامعة البندقية في إيطاليا في وصفه لمحراب مسجد الشرقة: إطار المحراب الخارجي المستطيل يحمل 15 ختماً مزخرفاً تفصل بين الختم والآخر دوائر أصغر حجماً تحيط بها الرسوم والأشكال الزهرية. أطلق الهميمي فيها لخياله العنان فأبدع وأوهمني للحظة أنني أمام تطريز سيدات مدينتي المسنات في البندقية. ولذلك بإمكاننا أن نقول أن شخصية الهميمي الإبداعية والتي ظهرت من خلال إنتاجه الفني ألهمت الكثير من المستشرقين مهتمين بالدراسات الاستشراقية في عالمنا المعاصر، منهم الدكتور الإيطالي آيريس بلسيرا، كذلك الباحث الإيطالي الدكتور باولو أم كوستا وهاينز جوبي ولورانز كورن ومونيك كيرفن. كذلك نلاحظ أن الهميمي استخدم مادة الجبس في نقش وتصميم المحاريب بدلا من استخدام عنصر الطين السائد والمألوف في المعمار العماني التقليدي، وبالتالي فاستخدام لهذه المادة ربما يمكن اعتباره مؤشرا على نوع من الإبداع والتجديد في فن البناء. ثالثا التفاعل الحضاري، فلم تكن شخصية الهميمي شخصية منغلقة على نفسها أو متقوقعة في محيطها وفي بيئتها التي كانت تعيش فيها، بل كانت شخصية متفتحة تتفاعل مع ما عند الآخرين من فنون وتجارب، فقد تفاعلت مع عدد من الحضارات في اليمن ومصر واللتان تعدان من بين مصادر التأثير في المحاريب الجبسية المنقوشة. رابعاً التفاعل مع جمال الطبيعة، حيث استقى الهميمي بعض التصميمات والنقوش الزخرفية في تلك المحاريب من وحي الطبيعة البكر كعامل إلهام في عمل، فالمحاريب التي أبدعها تضم أشكالاً نباتية وزهرية غاية في الجمال، ما يعكس تفاعل شخصية هذا الفنان مع الطبيعة التي من حوله. خامساً إعمال العقل الجمالي، فالمخيلة العقلية للفنان الهميمي أبدعت أشكالاً هندسية رياضية مختلفة الأشكال في صناعة المحاريب، فنجد في المحراب أشكالاً دائرية صغيرة وكبيرة ربما تمثل كواكباً أو أقماراً، وأشكالاً مستطيلة، وأشكالاً على شكل أقواس منتظمة وغير منتظمة، وذلك يعكس الطبيعة العقلية الجمالية الكامنة في شخصيته، كما يعكس ذلك حساً جمالياً مرهفاً في شخصيته، يعكس ذلك الحس الجمال في أشكال وتصاميم حسية مادية. سادساً توظيف خامات البيئة المحلية، وقد تحدثنا عن هذه السمة، فالهميمي استخدم خامات الجبس من البيئة العمانية كعنصر أساسي في نقوشه وزخارفه. سابعاً مما لاحظته هو إبراز القدسية الدينية للمكان، فالمحراب المسجدي في المعمار الإسلامي له مكانة وقدسية دينية خاصة، فبالإضافة إلى أنه يفيد في تعيين اتجاه القبلة كما تعلمون وفي تحديد مكان الإمام عند الصلاة، فإنه يمثل النقطة الأساسية المركزية للقيادة الدينية في الصلاة، لذلك فهو أهم مكان في المسجد تتجه إليه الأضواء، لذلك كان التركيز عليه من خلال زخرفته وإتقان صنعه إبرازاً لقيمته المكانية وقيمته المعنوية والدينية لدى المسلمين، وذلك يساعد أيضاً في تمييزه تمييزاً واضحاً من قبل المصلين. كذلك السمة الثامنة إبراز أهمية الشخصية التي في المحراب، فهناك نقطة جوهرية في أعمال الهميمي الفنية، وهي أنه يذكر في صنعته للمحاريب اسم القائم في المحراب، وربما يقصد بهذا الكلام الشخص الذي قام بعمارة المحراب على نفقته أو تحت رعايته، أو أنه يقصد الإمام القائم في المحراب أو أحد من علية القوم ممن لهم مكانة دينية، وهذه الشخصيات بحاجة لدراسة وبحث لكي نكشف أهمية تلك الشخصيات. تاسعاً توظيف الخط العربي، وقد تحدث الأستاذ سامع عيسى عن هذا الموضوع، كذلك الاهتمام بفكرة التجريب الفني، حيث أن الهميمي كان يجرب عدداً من التركيبات
والتقنيات حتى الوصول للهدف النهائي، فهو يعمل على تجارب فنية مرة تلو الأخرى ثم يصل إلى الشكل النهائي. أيضاً ما لاحظته الاهتمام بالتوثيق التاريخي، فالفنان الهمني عندما كان يوثق تاريخ صناعة المحاريب التي قام بإنتاجها إحساساً منه بأهمية التدوين والتوثيق التاريخي للمعالم المادية، والمعالم المادية تمثل تراثاً تاريخياً وحضارياً لمن يعيش في عصره وكذلك لمن سيأتي بعده من الأجيال المستقبلية، لذلك كان يذكر في محاربه تاريخ صنع تلك المحاريب. السمة الثانية عشرة قبل الأخيرة هي التواضع النفسي في شخصية الفنان، فبمقابل أوصاف التبديل والتقدير التي يضفيها الفنان الهميني على من أقام في المحراب أو قام برعايته أو بالإنفاق على صناعته، نجده في الجانب المقابل يصف نفسه بصفات ملؤها التواضع لله، مما يعكس جمال السجايا الأخلاقية في نفسه بعيداً عن صفات الكبرياء والغرور النفسي. والأمثلة الموجودة في المحاريب شاهدة على ذلك. النقطة الثالثة عشرة والأخيرة وعذرا عن الإطالة، التأثير النفسي السيكولوجي لنفسية الفنان على المحراب. فمما لاحظته أن المحاريب التي قام بصنعها ونقشها الفنان المبدع الهميني ذات تأثير نفسي معنوي نابع أصلا من نفسية الفنان ذاته. ونفسية الفنان الهميني كانت تتصف بالحس المرهب والذوق الرفيع والبعد الجمالي النفسي الداخلي، مما يعكس حقيقة ذلك التأثير النفسي الداخلي على جماليات المحراب كمكون مادي ناتج عن تأثير نفسي داخلي في نفس الصانع. وكذلك ينعكس التأثير النفسي الداخلي للفنان الذي ظهر في نتاج فني مادي متمثل في المحراب على نفسية القائمين في المسجد أيضاً من المصلين باعتبارهم الفئة المستهدفة بهذا النتاج الفني الرائع، مما يعطي أبعاداً ذات دلالات سيكولوجية نفسية للمحراب مؤثرة إيجاباً في نفوس المصلين والقائمين في المسجد. هذا ما لدي، وشكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للباحث زكريا بن عامر على ورقته الثرية التي ركزت على السيرة الذاتية لشخصية الهميني صانع المحاريب عبد الله بن قاسم الهميني من حيث مولده ونشأته في منح من خلال توقيعه على نقوشه، كما تطرق الباحث حول السمات العامة للمدرسة الفنية المعمارية للنقاش من حيث جهوده في نقش خمسة محاريب استمرت لمدة 15 عاما. اتسم الهميني في إبداعه بالجودة والدقة والمهارة في استخدام أدوات النقش والابتكار والتطوير في فن النقش وفي تنويع أشكاله الهندسية والنقوشية، ولديه الإحساس المرهف في فنه. والآن نأتي إلى دور الورقة الثالثة للأستاذ محمد الحضرمي. طبعاً غني عن التعريف الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد الحضرمي، طبعاً من ولاية منح قرية معمد. سنركز على إنتاجه الأدبي. طبعاً لديه كتاب نهار يزهر خلف الغيم، ديوان شعر صدر عام عن وزارة التراث ودار الانتشار العربي ببيروت. كما لديه كتاب مياه لا تنسى نصوص سردية صدر عن النادي الثقافي وبيت الغشام. كذلك لديه كتاب أسرار صغيرة نصوص أدبية عام 2011 دار الفرقد السورية وجمعية الكتاب. كذلك لديه كتاب السهلي يشدو اليمن ديوان شعر عام 2009. كذلك لديه كتاب أنين الأقدام الحافية مجموعة شعرية صدرت عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. كذلك لديه كتاب نزوة تاريخ وحضارة مؤسسة عمان للصحافة والنشر، ولديه آخر كتاب آخر أيامنا في القمر إعداد وتحرير بالاشتراك مع جامعة نزوة. طبعا لديه خبرة في المجال الصحفي منذ عام 1988 غنية عن التعريف. نترك المجال للأستاذ محمد الحضرمي
لإلقاء ورقته عن المساجد الأثرية في عمان، نقاط مضيئة من التراث الثقافي والديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكرا، وصلاة وتسليما للقائل بأفضل صادق وأفصح ناطق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأخوة الحضور، ورقتي هذه يعني بعد ما استمعت إلى الكاتبين الباحثين العزيزين سما عيسى والأستاذ زكريا، قد لا تأتي بقليل ولكنها محاولة. سميت هذه الورقة المساجد الأثرية العمانية، نقاط مضيئة من التراث الثقافي الإسلامي. المساجد الأثرية بما تحمله من روحانيات إسلامية كونها بيوت الله، وبما شهدته صحونها ومحاربها من صلوات وقراءات قرآنية ترتيلا وتجويدا، وبعضها تعليما لعلوم العربية والشريعة وغير ذلك، تمثل نقاط نور مضيئة من التراث الإسلامي والثقافي والتعليمي في عمان. ولأن أهل عمان دخلوا في الإسلام منذ فجر الدعوة، فإن بناء المساجد كان أحد الثمار المباركة لدخولهم الإسلام. ولذلك تسرد لنا كتب التاريخ العماني عن بناء أول مسجد في عمان، ألا وهو مسجد المضمار في سماية بعد إسلام مازن بن غروبة في السنة السادسة للهجرة، ثم تلاه بناء مسجد الشوادنة الواقع في حارة العقر بولاية مزوى. هذا المسجد يقال إنه أسس في السنة التاسعة للهجرة، ثم تلاه بعد ذلك بناء جامع بهلة، والبعض يقول بهلة تعيدني بهلة، في عام 150 هجرية، أي بعدما يقرب من قرن ونصف قرن. وهذه التواريخ قد تكون نقلها المؤرخون عن مصادر معروفة وموثقة لديهم، ولكنها مجهولة لدينا بسبب ضياع أمهات كتب التاريخ العماني في مراحله المبكرة، أو قد تكون منقولة شفاهية بالتواتر والله أعلم. حول بناء أقدم مسجد أو جامع في عمان ترد الماحات في كتب التاريخ، لكنها برأي متواضع بحاجة إلى تثبت وتحقيق علمي، إذ أن فترة دخول عمان في الإسلام يختلفها الغموض، ولا تسرفنا كتب التاريخ عن تفاصيل هذه الحقبة سوى بحكايات خرافية. وأشير هنا إلى حكاية حديث الصنم مع مازن بن غروبة، وأغلبنا سمع عن هذا الحديث أو قرأ عنه. أما أقدم زخرفة محرابية فهي في محراب جامع سعاد بنزوة. طبعا قبل ما أتحدث هذه النقطة، كنت أمس في حديث هاتفي مع الأستاذ أحمد التميمي رئيس ومدير المركز النزوة الثقافي، كنت أتحدث عندي سؤال، يعني هل حقا هل يوجد دليل على أن جامع بهلة بني عام 170 أو 150 هجرية؟ هل يوجد دليل مادي على الأقل، دليل غير ما يقال في الكتب وما يقال كثير ومحتاج إلى تحقيق؟ قال لي في الحقيقة، طبعا أنا سألت هذا السؤال لسبب إنه هو مشرف على المشروع ترميم هذا الجامع. قال في الحقيقة إنه أقدم نقش تم العثور عليه في أحد الاسطوانات يعود إلى عام 528 هجري تقريبا، سامحنا 528 هجري، فيما المحراب نقش في القرن العاشر الهجري على يد طبعا الفنان محمد عبد الله بن قاسم الهميني عام طبعا 650 عام 917. فيعني زمن طويل. أشار أيضا إلى أن المحاريب هي مضافة إلى البناء ككتلة مادية، يعني لا يعني أن المحراب أو تنقيش المحراب مرتبط بزمن بناء الجامع أو بناء المسجد. أقدم نقش موجود في جامع بهلة 518 أو 528، هناك إشارات إلى وجود ربما نقوش غائرة في الاسطوانات. وعلى كل حال لا يوجد دليل مادي، نحن محتاجين دليل مادي، يعني ليس بالضرورة يعني دليل مادي مرئي، يمكن تكون يعني ورقة في كتاب مخطوطة شيء كذا يعني يستند عليه غير ما ينقل من حكاية.
أقدم زخرفة محرابية هي محراب جامع السعال بنزوة، إذ يعود إلى القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، والزخرفة التي على المحراب تم تنقيشها عام 650 هجري كما هو معلوم 1252. هذا المحراب الوحيد المتبقي من تلك الفترة، ولا توجد آثار مكتوبة عن جوامع أخرى تهدمت أو هدمت كجامع سمك في نزوة على سبيل المثال الذي هدم في عهد الإمام محمد بن عبد الخليلي. لا توجد آثار مكتوبة عن محرابه حتى نقارنها بمحراب جامع سعد. فسأتحدث عن أيضا التقصير في هذا الجانب يعني. وأنا أظن إنه جامع سمك طبعا مليء بالنقوش وفيه محراب يعني لو بقي هذا الجامع كان سيكون إضافة. وأيضا جامع نزوة القديم أيضا يعني أيضا الذي هدم لو بقي سيكون أيضا إضافة للتاريخ. لنتقدم مع الزمن ثلاثة قرون حتى نصل إلى مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. خلال هذا القرن شهدت حركة النقش على محاريب الجوامع والمساجد نموا وازدياد. عرفت مجموعة من النقاشين العمانيين تمرسوا في هذه الصنعة الفنية، ظهر منهم النقاش عبد الله بن قاسم بن محمد الهميني الذي عاش بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين، وكذلك النقاش مشمل لا أعرف بالضبط يعني أو مشمل بن عمر بن محمد المنحي، وجاء من بعد ابن طالب بن مشمل حفيد علي بن طالب بن مشمل، وكذلك النقاش عيسى بن عبد الله بن يوسف وغيره. ما تزال آثارهم النقشية باقية إلى اليوم. اللافت للنظر أن أكثر المحاريب العمانية تنقش خلال القرن العاشر الهجري. لدينا قائمة بهذه المحاريب تتضمن 14 محراباً رتبها الباحث علي بن سعيد العلوي في ورقته التي ألقاها العام الماضي في هذا المكان أيضاً بعنوان المحاريب البصرية في سلطنة عمان القرن العاشر الهجري، يا ريت لو حضر. طبعاً واستفاد أيضاً من دراسة إيروس بالبصيرة. تتركز في ولايات منح ونزوة وبهلة وأدم ونخل وسمائل ووادي بني خالد. أنا أضيف إليها محراب مسجد القصر بقرية منال التابعة لولاية سمائل ليرتفع العدد المحاريب المنقشة خلال القرن العاشر إلى 15 محراب. طبعاً هذا المتبقي قد يكون أكثر. المحاريب الأربع عشر التي تم زخرفتها خلال القرن العاشر هي كالتالي: في منح توجد أربعة محاريب كما هو معلوم يعني قائمة لليوم. مسجد العالي 909، العين 911، الشرات 922. هذا المحاريب الثلاثة من إبداع النقاش المبدع عبد الله بن قاسم الهميني، ومحراب جامع منح المتبقي والحمد لله أنه يعني لم يهدم لأي ظرف، تم تنقيشه في عام 941 على يد النقاش عيسى بن عبد الله بن مسعود بن سيف البهلوي. وأعتقد أن جامع منح الآن هو أوسع جامع يوجد في محافظة الداخلية، هو أوسع جامع في داخل حوالي 25 أسطوانة، وكاد أن يهدم لولا يعني ما قلت تدخلات يعني كتبت عنه طبعا قبل ترميمه. كانت يعني المشكلة إنه الناس ما عندها حس بالقيمة التاريخية لهذا المعلم، يريدوا جامع حديث وهذا طبيعي يا أخي. فبنيوا جامع وين ما تريد بنيوا، بس اترك يعني القديم واترك التراث، والحمد لله إنه بقى. طبعا في نزوة توجد ثلاثة مساجد تنتمي زخرفة محاربها إلى القرن العاشر، هي كما هو معلوم مسجد الشرقية 924 على يد النقاش عبد الله بن قاسم الميمي، محراب مسجد الجناة يعرف بمسجد جناة الصخابرة نسبة إلى قبيلة الصخبوري، تم تنقيشه خلال عام 925 على يد النقاش محمد بن أحمد بن سيف، محراب مسجد الشواذرة اللي هو ثاني أعرق مسجد في عمان كما تقول الرواية، تم تنقيشه في عام 936 هجري على يد النقاش عيسى بن عبد الله بن يوسف. في بهلة يوجد محراب جامع بهلة الشهير، ومحراب هذا الجامع أيضا صنعه النقاش عبد الله بن قاسم اللي هم يدور حول صنعة النقاش عبد الله بن قاسم. في أدم يوجد محراب جامع حارة أبو سعيد يطلق عليه حارة جامع الحارة، تم تنقيشه خلال عام 941 على يد الصانع عيسى بن عبد الله بن مسعود البهلوي. في نخل يوجد مسجدان هما مسجد غريض المكبر، الحمد لله يعني تم ترميمهم، تم تنقيش محرابيهما خلال عام 923 على يد الصانع مشمل بن عمر بن محمد المنحي. في سمائل توجد ثلاثة مساجد، هي مسجد الصاروخ تم تنقيشه خلال عام 700 على يد طالب بن مشمل ابن بن عمر بن محمد المنحي، ومسجد المزارعة، ويوجد مسجد في اسمه مسجد المزارعة
لكن هذا غير، ربما لأنه يقع في وسط المزارع، مثل ابن مزارع في سنة تم تنقيشه خلال عام 974 على يد الصالح طالب بالمشمل بن عمر بن محمد المنحي. في وادي بني خالد يوجد محراب مثل ابن عويلة، نقل هيكلا متكاملا هذا المحراب عام 2015 قبل سنتين ثلاث سنوات إلى إحدى قاعات متحف الوطني بمسقط. هذا المحراب نقشه الفنان طالب بالمشمل بن عمر بن محمد المنحي، فرغ من تنقيشه عام 970. في نفس هذا العام الذي قام خلاله بتنقيش محراب مسجد الصاروخ في زمنه. أضف إلى القائمة محراب مسجد القصر بقرية منال الأثرية تابعة لولاية سمايل، إذ أن المصادر تشير إلى أن المحراب صنع في عام 974، هو نفس العام الذي فرغ فيه النقاش طالب المشمل بن عمر بن محمد من تنقيش محراب مسجد المزارعة بسمايل. قبل هذه الفترة بأربعة أعوام قام النقاش طالب بتنقيش محراب مسجد الصاروخ داخل سمايل أيضا. هذه المحاريب الثلاثة متشابهة حد التطابق، يعني في جامع محراب مسجد القصر لا يوجد اسم النقاش، لكن هذه المحاريب الثلاثة متشابهة حد التطابق. هل يكون محراب مسجد القصر بقرية منال من صنع النقاش طالب المشمل؟ سؤال بحاجة إلى بحث ودراسة من خلال المقارنة بين المحاريب التي أنجزها هذا النقاش. ولأن الحديث يتشعب عن توثيق وحصر المساجد الأثرية في السلطنة، فإنه من المناسب أن أتحدث عن شخصيتين عملتا على جمع توثيق المساجد وتصوير المحاريب وقراءة نقوشها. الأول ذكرت طبعا الأستاذ سامع عيسى في صورة مغايرة، هو الباحث المعماري الإيطالي باولو كوستا. باولو كوستا هذا عمل في السلطنة مستشار للآثار بوزارة التراث والثقافة التي كانت حينها تسمى وزارة التراث القومي والثقافة. وخلال إقامته في عمان قام بحصر المعالم الأثرية الإسلامية ووثق في كتابه المهم مساجد عمان وأضرحتها التاريخية صدر لأول مرة في العام 2001 باللغة الإنجليزية وترجمه للعربية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي، صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عام 2006. بحسب هذا الكتاب أظهرت الدراسة وجود حوالي 100 مسجد وجامع أثري في عمان تمتد ويستمر صمودها على مدى أشعار. كما يقول أيضا هذا الباحث، بلغت العوامل الجمالية دورا أكبر في مساجد وجوامع الساحل، لكن المساجد والجوامع القديمة الباقية في الداخل أكبر عددا بلا شك، فإن تقصي الجوامع والمساجد الأثرية في عمان يفضي إلى رقم أكبر مما ورد في كتاب كوستا. ففي إحصائية جديدة لعدد الجوامع والمساجد الأثرية نقلتها أيضا من ورقة الباحثة المدرية للمبارك المساعدية قدمتها العام الماضي هنا في المركز، تحدثت فيها عن حصر جميع المساجد والجوامع الأثرية في السلطنة ضمن مشروع توثيق المساجد التاريخية والأثرية لدى وزارة التراث والثقافة والذي بدأ عام 2015 قبل ثلاث سنوات. تقول في ورقتها إن العدد بلغ 344 مسجدا وجامعا، من بينها 32 جامعا ومسجدا في مختلف محافظات السلطنة ذات الأهمية التاريخية والقيمة المعمارية الاستثنائية، أحسن منها يعني ذات المحاريب أيضا المزخرفة. لعل هذا الرقم الوارد الآن في يعني قائمة وفي الإحصائية الأخيرة، لعل هذا الرقم كان أكبر في الزمن الذي قام فيه أو به فيه كوستا بحصر المساجد، ذلك أن بعضها اندثر وأضحت الأطلال المتداعية وضاعت بما تحمله من جماليات في العمارة أو قطع من فن التنقيش على المحاريب أو المنابر أو الأسقف وباندثارها ضاع تاريخ كان مكتوبا في جدرانها وأعمدتها، وواقع الحال يقول إنها أصبحت أثرا بعد عين. أنا من قرية تسمى معمل في ولاية منال، يوجد هناك فيها مسجد يسمى مسجد الشجرة، معروف هذا عند بعض المهتمين بإمامة الإمام سالم بن راشد الخروسي كونه يعني كان آخر ليلة يعني قبل مقتله في الخضرة زار منح معمل تحديدا ونام ليلة في هذا المسجد وقابل الشيخة عائشة الشيخة نظيرة بنت العبد الريان. شاهد انه يعني ينقل الاهالي انه هذا المسجد في عهد الامام كان فيه محراب كبير ومزخرف ومنقش وبعدين هدموه وبنوا مسجد اخر. فزخرف راح
عقبتها طبعا بعدين دراسة للدكتور إيروس بلسيرا من جامعة البندقية بإيطاليا، تمت دعوته من قبل وزارة التراث والثقافة خلال عامين 86 و 1993. أنا التقيت طبعا إيروس بلسيرا، زارني المكتب في جريدة عمان في روي تحديدا، وأجريت معه حوار صحفي ونشرت بعض ما نشره أو ما سينشره في الكتاب القادم يعني اللي ظهر بعد ذلك بعنوان الكتابات في المساجد العمانية القديمة. هذا الكتاب طبعا صدر طبعته الأولى عام 94 عن وزارة التراث. أي هذا الكتاب طبعا، هذا طبعا في بنسخته الجديدة يعني، أيوة، لكن في النسخة القديمة أيضا مختلف، وهو نفسه تقريبا يعني. أنا التقيت به وجريت معه حوار صحفي ومتحدث باللغة العربية الفصيحة ومهتم يعني ما شاء الله بتراث الشرق ومعجب في الشرق كثير، وله أيضا مؤلفات أخرى من أراد أن يتعرف عليها أحد يدخل بس فقط في جوجل ويكتب إيروس بلسيرا سيكشف أن هناك أيضا له كتاب عن الشرق في جماليات العمارة في الشرق صدر عن دار المدى. تناول بلسيرا في بحثه قراءة نقوش 21 محرابا، مع اللي ذكر في دراسته أيضا أن نزوى ومنح هما أغنى مدينتين بالجوامع الأثرية ذات المحاريب المنقشة، كما كشف دراسته عن أهم النقاشين العمانيين وبالأخص النقاش عبد بن قاسم الهميمي، شخصيتنا التي نحتفي بها اليوم، والنقاش مشمل بن عمر المنحي. وبلا شك فإن النقاش مشمل بن عمر استفاد من تجربة أستاذه النقاش عبد بن قاسم الهميمي، فقد عاصره وعايشه في منح، لأن مشمل نقش محراب مسجده الغريض والمكبر عام 923. اللافت للنظر أيضا أن النقاش مشمل بن عمر ورث مهنته لابنه طالب المشمل، وكما هو واضح فإن طالبا قام بتنقيش ثلاثة محاريب: الإبل، مسجد الصاروخ، ومسجد المزارعة في إسماعيل، ومسجد العويرة في وادي بني خالد. والاحتمال وارد أن يكون قد نقش من كما قلت محراب مسجد القصر. تأتي فترة الحفيد علي بن طالب المشمل وأولاده من بعده، قاموا بتنقيش علي بالذات قام بتنقيش محراب مسجد القزح بإذن عام 1029، دخلنا في القرن الحادي عشر، ومسجد البراشد في نيابة سيناوي بولاية المضيبة. أنا هذه كلها زرتها، كلها وقفت عليها وزرتها، وإن شاء الله بعد الورقة سنرى يعني بعضا من هذه المساجد يعني. لقد طفت على مجموعة من محارب المساجد الأثرية العمانية نقشت خلال القرن العاشر الهجري، وهي الفترة الذهبية لازدهار حركة التنقيش وزخرفة المحارب، ووقفنا على أشكال من إبداعات فن الزخرفة، ونصل إلى تتقدم بنا الحياة إلى أواخر النصف الثاني من القرن الثالث عشر، لنقف عند محراب أنيق لمسجد الأكبر بسلم، محراب يعكس أبهة الحياة الفنية في عمان في ظل حكم السيد سعيد بن سلطان. قد تم تصميم المحراب في عام 1245 القرن الثالث عشر. تاريخ تنفيذه محفور في لوحة قصية دائرية الشكل على جانبي قبته الداخلية التي تتوسط المحراب، توضح أنه تم صنع المحراب في عهد السيد سعيد، لكنها وللأسف الشديد لا تكشف اسم النقاش الفنان الذي أبدع هذه التحفة. والله تحفة وللأسف لن يرمى. لقد أخفى الفنان اسمه واسم القائم على المحراب مسجد الأكبر يصبح اسم صانع المحراب والقائم على بناء المسجد سرا من أسرار الغيب، لا أحد يعرفهما إلا إن كان قد ورد عنهما ذكر في شيء من المخطوطات القديمة أو في سجلات المساجد أو سجلات الأفلاك بسمائل إن كانت توجد. لعله يكون الأكبر ذاته الذي يحمل المسجد اسمه، ومثل ما أخفى صانع أحدث محراب ينتمي إلى القرن الثالث عشر الهجري كان نقاش محراب جامع سعاد أقدم زخرفة محرابية قد أخفى اسمه واكتفى باسم القائم عليه وهو أحمد بن إبراهيم السعادة. خلنا نقول في كتاب باولو كوستا مساجد عمان وبرحتها التاريخية يورد الباحث هذه العبارة العميقة، يقول: إن الجهل والغموض ظل إلى حد كبير يسودان البحث العلمي في عمان. على كل حال هذه العبارة استوقفتني كثيرا، رحت أبحث في الموسوعة العمانية وجدت للأسف الشديد إنه كلام كوستا صائب، وإنه يعني البحث لم يتجاوز مقولة كوستا من أن الجهل والغموض لا يزال يسودان البحث. لماذا؟ توجد ترجمة قاصرة عن النقاش عبد بن قاسم الهميمي، فقد وردت عنه في الموسوعة بضعة أسطر أنه من منح للمحافظة الداخلية، وأنه صمم ونقش محاريب عدد من المساجد في القصر. وعلى كل حال
ورد انه صمم ثلاثة محاريب فقط. تخيل في الموسوعة تقول انه عبد الله بن قاسم الهميمي له ثلاثة محاريب وهو له خمسة. زين؟ وايضا ورد الترجمة عن تلميذي او زميلي مشمل بن عمر. وفي هنا كلام اريد اقوله في الحقيقة تلح علي بالنقط، بس انا طبعا هي ما علي، خلينا نقول خلينا ختامها بس يعني. الامر الاخر، لم تخصص الموسوعه مداخل لاسماء بعض النقاشين الذين ابدعوا في تنقيش الكثير من المحاريب. كلام بصراحه، لا توجد ترجمه عن النقاش عيسى بن عبد الله بن مسعود بهلوي صانع محراب ايش؟ جامع من احدثه. لم تخصص ترجمه عن النقاش عيسى بن عبد الله بن يوسف الذي قام ايش؟ زخرفه محراب مسجد شوالنا ومحراب مسجد الجامع بأدنى. في الختام نؤكد أن النقاشين الأوائل وعبد الله بن قاسم الهميلي والنموذج هم من بين صناع الحضارة في عمان، أفنوا حياتهم في ممارسة فن التنقيش على المحاريب، وأسهموا في إيجاد لمسة فنية على الجوامع الكبيرة والفخمة وكذلك على المساجد الصغيرة، وأن المحاريب المزخرفة في المساجد الأثرية المتبقية حاليا لا تمثل كل التجربة. فهذا ما وصل إلينا فقط، وما استطاع أن يقاوم قسوة الزمان وعداوة الإنسان. فكم سمعنا بهدم مسجد أو مساجد وجوامع بها الكثير من النقوش والزخارف دون إحساس ولا اعتراف بأهمية هذا الإرث المعماري العظيم، وبين عشية وضحاها تصبح أثرا بعد عين، وأن التجربة النقشية للنقاش عبد الله بن قاسم الهميمي رحمه الله محصورة خلال 15 عاما فقط من حياتي امتدت من عام 909 إلى عام 924، ذكرها الأستاذ زكريا في محراب مسجد العالي، مسجد العين، جامع بهلة، مسجد الشرام، مسجد الشرقة، كآخر تحفة معمارية نقشها الفنان عبد الله بن قاسم الهميمي. كما أن جميع هذه المساجد والمحاريب الواردة ذكرها في سياق المادة مرممة حديثا، عدا مسجدي الأغبري والصاروخ بولاية سمايل، وهذا كلام أوجه للأستاذ أحمد التميمي. عدا مسجدي الأغبري والصاروخ بولاية سمايل لم يرمم، ويجري حاليا ترميم مسجد المزارع الواقع داخل حارة العقرب بولاية نزوة. طبعا ذكرت الأستاذة البدرية أنه الغير مرمم هو الأغبري والصاروخ مرمم، لا الصاروخ غير مرمم. ويجري حاليا ترميم مسجد المزارع. ينبغي متابعة هذه الجوامع والمساجد بعد الترميم بالقيام بعمليات الصيانة والتنظيف. أنا دخلت هذه الجوامع وأخرج وأنا مريض من كثر التراب هذا الطاير الخفاش العفاف تتوالي وتتناسل فيه. جامع بهل العظيم هذا ما تقدر تدخله إذا كنت مصاب بالربو. أطنان من التراب عالق في الأضلاع في الـ في الـ في الـ في شو اسمه في المحراب وغير المحراب، صح ولا لا؟ على كل حال نرجو أن تكون هذه الندوة مفتاحا للبحث في تجربة زخرفة المحاريب بشيء من التفصيل والاستقراء الموسع، وأن تتجاوز فكرة النقل إلى التحليل الجمالي المعمق لفن النقش في المحاريب. والحديث يكون حول هذه التجربة، ولكن الوقت يعني حارج وضيق، وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء ومعذرة على الإطالة، وصلى الله التوفيق لي ولكم وبارك فيكم. شكرا جزيلا. أحسنت. عندي صور طبعا أستاذي، حد ساعدني في هذه الصور مهمة جدا، أنا التقطها بنفسي لكل ما ذكرنا في المحاضرة الثلاث. طبعا شكرا للأستاذ محمد الحضرمي على ورقته الأثرية التي سرد فيها حديثا عن المساجد الأثرية في عمان. بدأ بأول مسجد بني في عمان وهو مسجد المضمار في سمايل، يليه مسجد شوادن في حارة القعر بنزوة والعقر بنزوة، ثم ويليه جامع بهلة. كما تحدث عن حركة تنقيش المحاريب للجوامع والمساجد العمانية، حيث أن أقدم محراب مزخرف هو محراب جامع شعال في نزوة. كما تحدث عن ازدهار هذه الحركة في القرن العاشر الهجري، ووثق الباحثين وجود 14 محراباً تم تنقيشها خلال هذه الفترة من القرن العاشر. ثم تحدث عن دور بعض الباحثين المستشرقين مثل باولو كوستا وإيروس ليتسيرا.
واختتم ورقته ببعض المطالب التي تخدم المساجد الأثرية وضرورة ترميم غير المرمم منها وحصر ما لم يتم حصره وإبقائها للأجيال القادمة باعتبارها موروث ثقافي ديني عماني. صاحب طبعاً سيصاحب تقديم هذه الورقة عرض مرئي لصور ضوئية وتفضل بعرضها. هذا الصور أولي في هذا الملف الآن عرضه هي للمساجد الخمسة والمحاريب الخمسة التي نقشها الفنان الكبير عبد الله بن قاسم الدميري. نبتدي أول شيء بالمسجد العالي مرتبة ترتيبا زمنيا. هذا طبعا المسجد العالي في ولاية ملح في الحارة القديمة. وعندكم ندخل في المدخل مدخل المسجد. هذا هو المحراب. هذا هو المحراب. الوردي وصل فيه طبعا زهرة فخذفية. واضح الصورة. صور مقربة للمحراب. لاحظوا كيف دقة النقش في هذه الدوائر. أشكال طبعاً هندسية نباتية أو يسمي زهرية وأيضاً يعني كتابية ودوائر طبعاً. يعني مارس كل أشكال الزخرفة. هذا هو طبعا المسجد العالي. الان المسجد الثاني مسجد العين. هذا هو مدخل مسجد العين. صرح واضح الصرح الخارجي اداء صلاه العصر والمغرب. رمم طبعا هذا المسجد. اللون الاخضر في المحراب بتلاحظوه هو يعني لون مضاف على المحراب يعني في فترة قريبة. الآن ننتقل إلى جامع بهلة القديم وندخل مع الجامع ونشوف التحفة الرائعة في هذا الجامع. هذا أطول وأفخم محراب طبعاً لعبد الله بن قاسم الدميري. شوفوا الأشكال الفنية فيه واللي ذكرها الأستاذ زكريا. صور مقربة أيضاً للمحراب فوكس. طبعاً هذا المنبر يعني أقل المحراب الحجر المنبر يؤكد على إقامة صلاة الجمعة. أعلى المحراب هو أعلى المحراب طبعاً. أعلى المحراب أكيد تحفة رائعة. هذا المحراب محتاج إلى دراسة ما بس فقط نقل الكتابات اللي فيه. شوف هذا النقش محتاج إلى دراسة. هذا الشكل بعض الكتابات اللي موجودة في النقص أو في الصورات. شوف الخط الجميل رفعها ومسك. جامع مهيب جدا. ذكرنا بالجوامع الأموية. إيه والله جامع مهيب. شوفوا وين في النقطة الغايرة وين المحراب. آخر صورة فنية. هذا كله من التقاطي ولله الحمد. وهذه الواحة واحة بهلة هذه اللي طلع عليها الجامع. ننتقل أيضا إلى مسجد الشورى مرة ثانية الثالث أو الرابع للهميني. هذا المسجد من الخارج. وأيضا هذا المسجد ما شاء الله فيه يعني محراب عريض واسع وفخم. مش طلع عليه شغل يعني. شوفوا الدقة في النقوش. الدقة المتناهية جدا. زين وهذه الصحون الخزفية من تلك الفترة. شوفوا الأشكال الزهرية والهندسية. أشكال زهرية وهندسية متآلفة ومتقاربة مع الصحن اللي يحمل أيضا يعني شكل زهرة. صورة جميلة أيضا للنقش بصورة مقربة في هذا المحراب. ثلاثة صحون واضحة في الوسط والتدرج الكبسة والقص في المحراب. لكن للأسف طبعا مطلب اللون الأخضر الناس تري ترمم طلبوه باللون الأخضر في السبعينات أو كذا. مسجد الشرق هذا قبل الترميم. مسجد الشرق شرق في نزوة. هذا المحراب قبل الترميم. محراب مسجد الشرق قبل الترميم. شوفوا كيف شكل المحراب. كنت أزوره وأقول الله يسلم ما حد يدخل
بهيب فقط كده شوية تجذب بهيب طيح. أقول الله يسلم يعني. الله سلم وإنه ما طاح. هذا آخر يعني تحفة فنية لعبد الله بن قاسم الهميمي. والغريب إنه هذا التحف في مسجد صغير يعني ما في جامع. نشوف أيضا شكل المسجد بعد الترميم. هذا كله قبل الترميم متداعي متهالك. ما بقى شيء منه إلا هذا المحراب. شوف الأقواس كلها منتهية منتهية الأقواس. أي شوفوا كيف شكل الحفرة. هذا طبعا مسجد بفعل أمطار يعني. هو مسجد طيني. الآن هذا شكله بعد الترميم. ما شاء الله بدلكم. ما كيف شكل المحراب بعد الترميم؟ لا 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 هذا مسجد الشرق اللي الآن شفناه قبل الترميم وبعد الترميم. طبعا هذه كلها إبداعات الفنان عبد الله بن قاسم الهميمي في المساجد الخمسة، وهي محصورة خلال 15 عام. أنا أرى إنه هناك مساجد أخرى أو محارم أخرى، لكنها يعني يكون الزمن أفناها للأسف. ما يمكن خلال 15 عام فقط حصر يعني عمله وبعدين توقف. لا أكيد هناك. طبعا هذه منطقة مفتوحة وفيها مساجد ما يعرف بمساجد العباد وانتهت. وهذه صورة لل فينا فيلم آخر يعني أرجوكم شوي تابعوني معه ستسعدون به. لو سمحت يا أستاذ ستسعدون به جدا. هذا مسجد المضمار أول مسجد بني في عمان كما تقول الرواية. طبعا هذا بعد الترميم. وهذا مسجد الشواذنة قبل الترميم في نزوة. وتأتيكم صورة لمسجد الشواذنة أيضا بعد الترميم. هذا جامع سعاد اللي تحدثنا عنه صاحب أقدم يعني زخرفة محرابية. هذا جامع سعاد دقة متناهية إبداع. هذا محتاج إلى واحد يسوي فيه دراسة لأن المحراب غير عادي. هذا المحراب هذا ما زلنا هنا في مسجد الشواذنة. هذا مسجد الشواذنة. هذا تحرف في مسجد الشواذنة. مسجد الشواذنة ما زلنا في مسجد الشواذنة. الآن ننتقل إلى جامع سعاد. هذا الأعمدة يقال أنها بنيت في عهد الإمام صب بن مالك الصب الخروس صب بن مالك الخروس. هذا هو اللي أقصده عفوا. هذا هي محراب جامع سعاد اللي صمم في السنة في عام 650 هجري القرن السابع منتصف القرن السابع هجري. هذا ما الجدران أيضا مع المحراب. هي مع المحراب من على يمين وشمال المحراب. تخيلوا إنه هذا الزخرفة عمرها 700 سنة. يعني لما تتلمس المحراب تقول هذا حجر. هذا حجر ايضا محتاج الى دراسه نوع القص. اليوم اللي يرممون الان والله ما يعيش 5 سنوات يبين لا صدقا. جامع منح طبعا هذا جامع منح. انا اعتقد انه الان هو افخم جامع اثري في داخليه. ليت الجوامع الاخرى ما هدمت كانت فقط محراب هذا الجامع.
مع إضافة هذا التحفة الخزفية وهذا الكتابة اللي قرأها بالبسيرة في الكتابة صورة مقربة للمحراب من تحت وعلى جوانب المحراب نلاحظ دقة النقوش الهندسية محراب أيضا عندنا كجامع بهلة كبير جدا حقيقة يعني في داخل الجامع 25 أسطوانة شوفوا وين أنا أصور بحاول أبتعد عن الجامع لاحظوا كم أسطوانة شوفوا الأسطوانات داخل الجامع تقام في صلاة الجمعة حتى صلوات الخمس مفتوح مزار طبعا هذه الأقواس في داخل الجامع البومة ما يعرف بالبومة هذه البومة في سقف أو في سطح الجامع الآن ننتقل إلى جامع أبو سعيد في أدم جامع متواضع من الخارج لكنه تحفة من الداخل القصة والاسطوانات شوية ضئيلة ما مثل مناحة أو بهلة هذا هو المحراب صورة مقربة أيضا للمحراب طبعا أنا أحاول أكمل لمسات شوية شوف نبقى الجلالة في المنتصف الله وكأن الكون مضيء بهذا المفردة طبعا موجود هذا الجامع داخل الحارة هذا الإطلالة الخارجية للجامع ومن حوله بنينة جميلة جدا لاحظوا يعني خميرة من النخيل هذا حول الجامع ضاحية ضواحي حول الجامع الآن إلى مسجد مقزح وقبل مسجد مقزح بديك يعني أشجار عملاقة هرمة مثل السوق وكذا والزام هذا مدخل المسجد مدخل متواضع لكن تعال شوف داخل تحفة لا تشوفوا كيف استخدم الفنان اللي وزع هذا الخزف الملون طبعا مرمم شوفوا الالوان في الخزف اشكال طيور او شيء اظن في الخزف هي طبعا شوفوا الجامع المسجد من الداخل تحفه طبعا تقام فيه الصلاه جميل جدا روحاني الى ابعد حد في قريه ناريه تتساءل كيف جه هذا الفنان بالذات اختار هذا المكان وصنع فيه محرابه تستغرب يعني هذا مسجد جناكسه خضراء اللي كان ينهدم المسجد بفعل شق الشارع الحديث في سوق نزوه هذا مسجد جناكسه خضراء من الخارج مسجد صغير متواضع طبعا رمم حديثا او رمم المحراب حديثا زين انا زارنا قبل وكان متصدع ومتفندق اخبرني الاستاذ احمد انه تم ترميمه وعسى ان شاء الله يبقى ايضا تحفه هذا المحراب تحفه كاد ان يتهدم للاسف الشديد ويضيع لاحظوا كيف النقوش والكتابات في المحراب هذا المسجد المزارع اللي الان يرمم رمم بعد ايش بعد ما انهار السقف هذه الصور قبل الترميم طبعا المسجد كتبنا عنه مسجد المزارع هذا مليء بالكتابات هذا 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 خلينا نقول ما شاء الله يعني كنز داخل قصائد شعريه وابيات وفيات اكيدهم يعني شوف التواريخ نقلها محمد السيفي في كتاب السلوى اعتمد عليه كثير واخذ استفاد منها شوف هذا النقش توفى والمركوب ما اعرف من ايه نقشها هذا هو القوه اللي حلفت في السقف انهيار في السقف للاسف الشديد ولما زرته وجدت مجموعه من وزاره التراث جايه تكشف على الجامع وقالوا احنا ما ينرمم ان شاء الله قلنا يلا عسى هذا هو طبعا المحراب المتواضع لكنه مليء بالشواهد ومليء بالكتابات الجدران يبدو كانه كان جامعه او مدرسه
هذا مسجد براشد في سنوة. ايه اسم البراشد؟ قبيلة براشد في سنوة. ايضا تحفة بالباهر تقام في الصلوات ما شاء الله. يعني اي مسجد تقام في الصلاة تقام الداخل ما علي كلام تحفة. لكن المهجور يظل مهجور. مساجد ملح الثلاثة واحد منهم تقام في الصلاة العالي والبقية للأسف يعني مهجورة ثالثة أتربع. الجامع طبعا تقام في الصلوات. هذا الأشكال الهندسية في محراب مسجد براشد في نيازة سناو كما هو واضح بعد الترميم. طبعا لاحظوا الأواني الحذفية في المحراب والأقواس تدرب في الأقواس كان المحراب. وطل أيضا هذا المسجد على فكرة على جنينة على المزارع. هذا مسجد الصاروخ إسماعيل لم يرمم للأسف يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد ثمانية أيوة شيخي هذا محتاج لترميم. لاحظوا كيف شكل لاحظوا يا ناس وأنا كل ما أزور هذا المسجد وكل المساجد لازم أبقى ناس يكاد يقولوا يعني اكتب نريد ترميم اكتب متى يرمموا هذا المسجد وما إلى ذلك. الناس تطالب طبعا أنا كتبت عنها كلها مقالات صحفية استطلاعات صحفية لشرف العام الماضي بعضها. هذا هو المسجد من الداخل غير مرمم مسجد الصاروخ مسجد يعني إن شاء الله حسن إن شاء الله من عليه بالترميم. هذا مسجد الأغمر تحفة. هذا آخر محراب اللي ذكرت عنه في القرن الثالث عشر الهجري. للأسف النقاش أخفى اسم القائم عليه بس فقط إنه نقش في عهد السيد موثق تاريخ نقش وفي عهد السيد سعيد بن سلطان. تحفة معمارية هذا المحراب والله لم يرمم طبعا. كربوش بيه كذا هذا أقرب تقريب وسوف يجيبها هنا يجيبها. تعال شوف شد حتى طبعا مليء بالكتابات مليء بالنقوش جدراني مليء بالنقوش. شوف هذا التوثيقات شوف هذا اللي يعني الشواهد كتابات طبعا كتابات مطلع على الحدائق ايضا حدائق النخيل في سمائي جنينة من حوله خضراء مكان للاعتكاف وللعزلة والتأمل. مسجد صغير يا أستاذ سماء لكنه جميل جدا من الداخل تحفة. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. في شيء آخر ذكر الأستاذ أحمد تميمي أيضا في تحفة معمارية موجودة في جامع بهد جامع في قلعة أستاذ سماعيس تفضل شوف هذه التحفة المعمارية. هذه غرفة الصلاة. هذه غرفة الصلاة. إيه. في قلعة. هذا اللي ذكر أحمد تميم من قبل شوية. أيضا صورته. روعة جدا. زوجات الملوك النباهي. أيوة زوجات الملوك النباهي. هذه غرفة الصلاة. ما في كتاب. إيه خلاص بقى شوية. أجود روعة جدا. شوف النقوش كيف؟ سبحان الله من أجود النقوش أنا. هذه ما وجدتها أنا في أي محراب. طبعاً هذا الكتابة معكوسة. تقرأها من الجانب يعني. كتابة معكوسة. هذا هو المحراب بالكامل صورة كاملة للمحراب. هذه غرفة الصلاة قلعة بهلة. شوف التحفة الجميلة داخل القصبة غرفة. نقوش راقية جدا. جدا نقوش راقية. دقيقة. أيوة. هناك غرفة هي عند غرفة مزخرفة القواعد الدراسية أيضا عند مدخل قصبة
نفتح المجال إذا كان في حدود 5 دقائق عنده مداخلة أو استفسار للمحاضرين فليتفضل يعني. لا من هناك يعني. أنا عم سألوا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولاً كل شيء والتقدير لوزارة التراث والثقافة ومرسلة المال الثقافي على هذا الانحراف الثقافي المتميز والمتواصل حقيقة. يعني دائماً نحن يعني تصلنا رسائل كثيرة من المال الثقافي على الفعاليات التي يعني سالم بن عبد الله بن سالم الدين. حقيقة يعني استمتعنا بهذه الندوة الجميلة حول النقاش البنيني. كل الأوراق التي يعني طرحت سواء كان للأستاذ سلمي عيسى والأستاذ زكريا والأستاذ محمد حقيقة يعني أوراق ثرية وأوراق يعني فعلا مركزة وأعطت يعني شيء جديد في هذا النقاش الذي كان يعني شيء نزف في الكتب فيها. قبل أن ندخل في بعض يعني الملاحظات أقول شيء إنه دائماً إنه الأعلام كما يقال ماذا الجميع يريد أن ينسبوه إليه يعني. فكان شيء حوار أنا والأستاذ محمد بالهاتف يقول أنتم ما تنسبوا لنا هذه الندوة ما تنسبوا إليكم يعني من بهجة. نحن نقول كلنا بهجة ننتسب إليك مهما نحن. فهذا يعني شيء يعني كما يقال مفخرة بما أنه يظهر نقاش في هذا الإبداع وهذا الجميل لمدينة منى. وكان هو أصلا حوار أنا والأستاذ محمد حول ضبط قبيلة هميني ووضح لنا بالهمزة والأستاذ زكريا الآن هو أيضا وضح بالضم يعني الأستاذ زكريا هو الآن أيضا وضح في هذا الجانب. شيء ثاني أيضا بالنسبة للوعي يعني الناس حول القيمة التاريخية للكثير من المساجد وكثير من الشوارع الموجودة فيها. أنا حضرت حقيقة اجتماع يمكن قبل أكثر من الصور يمكن 17 في عمر الجامع الآن جامع السلطان قابوس ببهلة. كان يعني حوار إنه أين يبنى هذا الجامع من مجال الأوائل الثانية اللي يبنى جامع السلطان قابوس. فكان يعني شيء كان اجتماع حضرونا اسمه الشيخ محمد الخليلي كان معظم الناس حاضرين إنه كان يريدوا ماذا إنه يبنى الجامع مكان الجامع هذا هو جامع بهجة التاريخ الموجود فيه. ولولا حقيقة يعني وقفة سماحة الشيخ أحمد الخليلي وقفة يعني كان إنه وقف وقفة يعني مشرفة في ذلك اليوم في ذلك الاجتماع وإذا كان هذا الجامع يهدد ويبنى له جامع سلطان قابوس. والحمد لله رب العالمين إنه تم صرف الناس ويعني رغبتهم إنه يبنى الجامع مكان الجامع القديم لأنه في وسط البلد وكذا وكذا. لكن كان وعي سماحة الشيخ وأقنع الناس إنه ماذا إنه هذا الجامع أصلا إنه من هذه القيمة التاريخية وأيضا إنه يكلف باله طائلة جدا هذه لماذا تهدم كذا من هذا القبيل. وبالتالي الحمد لله رب العالمين إنه احنا جامعين جامع التاريخ وجامع سلطان قابوس الجيد في هذا الجانب. أيضا بالنسبة ذكر الأستاذ محمد بالنسبة لبهلة وبهلة وأستاذ زكريا يعني في بحثه تكلم بهلة وكان يركز على بهلة والأستاذ محمد يركز على بهلة. نحن نقول أهل بهلة نريد ان المسؤولين يضبطون مدينتنا لانه الان 3 اتجاهات بهله وبهله وبهله بالهمزه فيها. حقيقه نحن نريد ان نطالب المسؤولين ان يضبطوا لنا هذه الكلمه ونتفق على يعني على فتره معينه. يعني هي شيء كما يقال ان الشيخ ممكن يستاهل ذكر نفسه بالضم وهي بهله ولكن حقيقه نحن في مكتبه النادي العامه نحقق كتاب وهو من هذه العاده وهذا كتاب قديم جدا يعني في القرن الرابع العاشر في القرن العاشر يذكر بهلة حتى يسمها باللام والألف يعني وبالفتح يعملونها فتح فيها. فهي هذه الأقدم أنها تكون بهلة وليس بهلة وليس بهلة بالهمس أصلا يعني حتى أجمل بهلة فيها أشهر هي بهلة حتى أجمل مصر أهل بهلة تكون بهلة أصلا تكون بهلة فيها وأقف موجودة في نهاية العهد الثاني بالرسم يعني وبالموجود بالفتح الموجود فيها. فأنا نقول المسؤولين يضبطون يعني لا حالة البهلة وحالة البهلة وحالة البهلة أيضا ليس لها يعني حضارية فيها. بالنسبة أيضا لبحث ورقة الأستاذ زكريا ورقة جميلة ومركزة ومعمقة بس من تولي منهم كان يدخلها في تفاصيل الورقة قبل
ان يدخل في قبيله وكذا، وعسى اذا كان من دار الثقافي من قبلنا بوعد هذا في جدال انه يعني يكون ان شاء الله يعطي الجانب موضوع الورقه يعطيها اكبر ويكون يعني حكم اكثر من انه في ربط قبيله وتوحيد وما شابه ذلك. هذه ايضا مبحوثه وموجوده اصلا يعني، وحتى انه يعني وجودهم في نجر موجود وحتى مشاهد موجود فيها، وايضا بالنسبه لوجودهم في سيريا او مفرد سيريا في لا اللي هي في سماء سيريا، كان عمه ريتي وهو من اعيان البلد سيريا يذكر انه كان الهنيديون كان مش كثر موجودين وحدث قتال بينه وبين المعارك فيها، وبالتالي انه هذه يعني الواقع اثنى كثير من افراد الهنيديين، وبالتالي انقرضوا من كثير من البلدان من ضمنها سيريا يعني في هذا الجانب. فاتمنى ايضا انه الاستاذ زكريا انه هذا الجانب يضيفني اذا دخلت في على هذه البحث. بالنسبه للاستاذ محمد الحقيقه الحرمي لو لم يقدم لنا الا في ورقته الا تلك الصور لكفى، فما بالك بالقيمه الماليه التي يعني اعطاني اياها. ايضا الاستاذ سامع عيسى حقيقه يعني كانت ورقه مركزه وجميله، وجزاك الله خير وشكرا وكل الشكر والتقدير مره ثانيه لوزاره الثقافه وممثله في نادي الثقافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. في حد ثاني يعني احد مداخل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سالم من عرشمان. بس عندي استفسار، ما ذكرنا عن تكلفة المحاريب؟ هل هناك في ذكر تكاليفها والمدة الزمنية؟ كل محراب كم تؤخذ؟ سنة، أشهر، أيام، أسابيع؟ هذا خلاص. خلاص. أول شيء طبعاً أرجع للأستاذ سالم على ثنائه العذب الجميل وثنون على روحه الجميلة. شكرا جزيلا. وبالنسبة للأسرة الهميمية يعني هي أسرة يعني صحيح أنها ما أصبح لها وجود في الملاحم، لكن الآثار باقية. أنا ما تحدثنا عن المحاريب، هناك داخل حارة المحلول البيت الجميل موجود، وخارج حارة المبلغ خارج أسوار الحارة توجد الأموال في ما يسمى مال البيت. أنا أحسب أنه تنتمي إلى النقاط الكبيرة. هذا أولاً. ثانياً بالنسبة للزمن، لو تابعت أنت الورقة سنجد أنه مثلاً عبد الله بن قاسم الهنيلي يعني فترات متقاربة جداً ما بين سنتين وما بين سنة لا أكثر، بل أنه بعض المحاريب يعني تم تصليبها في عام واحد من قبل نفس النقاش، مثل طالب البشمل لما نقش يعني محراب في شمالي ومحراب اخر مسجد الغريض المكبر في عام واحد. زين طبعا هذا من خلال استقراره هيك يعني، احنا كيف عرفنا؟ من خلال التاريخ الموثق داخل المحراب، لكنه ما في شيء نقول كم التكلفه. والقائم عليه، القائم عليه واضح ان كلمه القائم عليه هو الممول لي يعني لهذا الصالح القوي يعني شخصيه كبيره هي مقام اجتماعي صحيح، وايضا من ثريه بلا شك، لكن هو الممول على كل حال الممول. هو الممول يعني. بس فقط هذا اللي احب ان اقوله يعني. اذا في شيء زكريا في الختام. طبعا نشكر المحاضرين على اوراقهم الثريه، استاذ سماع عيسى واستاذ زكريا الميمي واستاذ محمد الحضرمي، كما نتقدم بالشكر لأسرة إدارة المركز الثقافي بنزوة على استضافتهم هذه الندوة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.